تدري نسبة المويه في الارض 71%؟ تدري 36% من الاشخاص اللي يشوفون فلقات مو مشتركين؟ تدري بقينا اقل من 170 الف على 4 مليون مشترك؟ اشترك في القناه بنحتفل قريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا، شكركم سوي ان شاء الله طيبين. ورجعنا بفلوق جديد. وقفنا فتره قلنا تخلصون اموركم تسلمون الاشياء اللي عندكم عشان ما تقولون ثنيان شغلتنا بفلوقات، رغم اني كنت اقرا التعليقات وحشنا يتون نبي فلوق جديد طولت علينا. ورجعنا بفلوق. طيب يا جماعه اليوم ان شاء الله طالعين على مركز العلوم، اللي يحبون العلوم بيعجبهم هذا المكان كثير. يلا نروح. يلا بسم الله. شوف طلعنا ما شاء الله تبارك الله والاجواء مغيمه، شكلها بتمطر اليوم. شوفوا لان فلوريدا هنا على طول امطار، مسوي الارضيات مهيئه للمطر، اوريكم كيف ناخذ مويه. شوفوا في الوسط هنا. شوف كيف الماي كله يتجه اليمين، فهنا مهيئين الشوارع للامطار، مهما جات كميه مطر كبيره الشوارع مهيئه. شوف كيف تنزل هنا وتروح تحت عند فتحات الصرف، وبكذا ما تغرق الشوارع تتضرر ان شاء الله. طيب يا جماعه خليني اقول لكم، حاليا طلبنا السياره عشان رايحين على مركز العلوم، يعني تقريبا 11 دقيقه بالسياره. هنا وصلت السياره ونقول بسم الله. فورتونيوس. كذا يكون وصلنا يا جماعه. هذا هو المكان، اسم المكان متحف العلوم، لعباتنا احنا، على ذكرى سياتل، المكان اللي رحناه هذاك، سلام. شوفوا كيف حاطين برا صور هناك، اشياء فضاء، ونجي هنا ونقطع تذكرة. تيكت فور ون. Just for one؟ Yes. So your total is $24.95, you can enter the card whenever you're ready. We have the blue table right over there. Have a great day. هذه التذكرة أخذناها، سعر التذكرة $25. يعني تقريباً 92 ريال، تذكرة تدخلك المعرض كامل. يلا بسم الله، وشي المطعم وين؟ نمزح يا جماعة. أوه شوفوا هنا علمنا. كل دور يتكلم عن شيء معين. راح نبدأ من الدور الأول وأشياء التقنية. بنطلع من هنا. وصلنا هنا أول شيء ونقول بسم الله. اللي ورا واضح جايبينه الغصب. اخذ له غفوه بسيطه بس. اوه شوفوا هنا اول شيء الخوذه اللي يلبسونها حق الهوكي وحق الكره القدم الامريكيه حق البيسبول. شوفوا طبعا هذا شكلها من برا، شوفوا كيف شكلها من الداخل، في زي السفنجه هنا. شوف كيف هنا دماغك وقت الضربه. طبعا هنا جالسين يلعبون بالشاشه على شكل ظلهم، تجي زي التحديات كذا ويلعبونها. شوفوا لحظه اوريكم كيف. هذا نوع من التقنية اللي يخليك تتحرك وتلعب ظلك وتلعب جسمك، هذا يساعدك كثير تحرك سعرات حرارية، تسوي رياضة، شيء كويس لك. شوف ايش حصلت يا جماعة، هذا اللي يستخدمونه في المطار، شوف كيف يقدرون يعرفون درجة حرارتك منك تمشي بس. شفت صورة قبل زي كذا يقولون الإنسان عنده أكثر من شعور، يعني لو يفرح تتغير الألوان. شوف نتخيل كل واحد يشوف الفيديو هذا يحط لايك. تغير شيء؟ شوف كيف لما ترجع. كان معرض جميل، نطلع الطابق اللي بعده، شوف اشياء ثانية، فكرة المعرض حلوة ان كل طابق شيء، خلينا نشوف المنظر من هنا لحظة. اوه اخيرا طلعنا الفضاء يا جماعة، اخيرا طلعنا على القمر. الحمد لله على السلامة. ايوه شوفوا. شوفوا كيف المكان ما شاء الله تبارك الله. وصلنا هنا المكان الثاني، قول بسم الله. شوفوا هنا على الحيوانات اللي انقرضت، وين هالديناصور؟ شوفوا كيف يتوقعون كان اشكالها قبل. شوفوا هذا كيف. شوف اللي ورا. ما شاء الله توني ادري ان في سلحفاه كذا حجمها، شوف كيف حجم يدي بالنسبه لها. شوف هذه، شوفوا هنا، شوف كيف شكلها، سبحان الله كانها حجره. وشو اللي تحت هناك؟ شوف نجمه من سطح هناك. شفت السمكه هذه الموجوده هنا؟ البعض يتوقع انها صغيره، لكن شوفوا كيف حجمها بالنسبه للانسان. وهذه موجوده هنا، طبعا هذول كلهم انقرضوا، شوف كيف شكلها. طيب اثنين اذا انقرضوا كيف عرفوا اشكالهم وعرفوا كل شيء؟ من هنا شوفوا. طبعا جميع الحيوانات الموجودة هنا موقعها في فلوريدا قبل 85 مليون سنة. الله تاكل ولا شيء عندها. شوف كيف لما انقرضوا زي كذا ماتوا، بقى العظام وبعد ملايين السنين شوف كيف طلعوها زي كذا بالشكل هذا عام 1925، حطوها زي كذا وجابوها هنا. طبعا في مواضيع كثيرة واشياء كثيرة. شوف في حوض سمك هنا وراي، بس نوريكم الاشياء المهمة. سبحان الله، شوف لون السمكة هذه اللي ورا هناك. نطلع نروح اللي بعده، نحاول نغطي المكان قد ما نقدر. هذا المكان اللي بعده نقول بسم الله. شوفوا هنا يوريكم كيف الإضاءة تفرق، هذا مثال حلو بنجرب على الكاميرا. شوفوا كيف، تخيل نتكلم مواضيع زي كذا نقول قصة. مرحبا بالكل، اليوم إن شاء الله عندنا قصة حقيقية صارت، خلصت بدون إضاءة مرة تفرق بشكل كبير، نبغى لنا واحدة. طيب يا جماعة الحين نجرب من غير إضاءة ونشوف كيف الفرق. وكذا من غير إضاءة، صحيح في إضاءة فوقنا لكن إضاءة مباشرة كذا علينا ما في. شوف هذه كيف، صار البعض يحطها في الغرفة عنده، طبعا هي طبقة واحدة
لكن تعكس شوفوا كم. لا لا محدود، تحط على الشكل اللي تبغاه وتخلي عندك الغرفة شوف كيف يصير. ثلاثة الأبعاد. نشوف هنا الشيء اللي بعده. يلا حية. ها يقول لك إذا أنت مبسوط ولا لا. شوفوا كيف، لحظة. طلع لك تحت هبي، شوف نعصب. أو يطلع لك ساد. كذا يوريك طبيعي، فيقرأ الوجه، يشوف الشخص اللي قدامك. الله عجبني المكان هنا. والباقي أشياء معلومات طبية، وأشياء عن علوم الإنسان. أوه هذا معرض فضاء. هنا جونا، هنا ما بنطلع خلاص. شوف هنا أوريكم كيف شكل كوكب الأرض من فوق. شوف كيف الغيوم، ما شاء الله تبارك الله المناظر. محبين الكيمياء، جدول عندكم. طيب نضغط هنا على الأرض. شوفوا هنا يقول تعال وقف في الدائرة هذه. نيجي نوقف، يلا حية، مرحبا، ننتظر الباص، كيف الأمطار؟ هنا يقول لك سرعة الهواء، نسبة الأمطار، الكفر، لا واضح زادت سرعة الهواء والأمطار، هنا يوريك سرعة الهواء كم، من 70 إلى 110، شكله زاد، لا واضح الوضع انتبه، الوضع في خطر يا جماعة، السيارة بدأت تطفو، ساتر، كراسي تطير، بقرة، من 111 إلى 155، في أقوى من كذا بعد، لا إله إلا الله، يا الله بعد عنا على صيد، صار قرش ورانا يمشي، حول البيت، قاعد يتكسر يا جماعة، البيت انهدم. شوف هنا يوريك الاشياء اللي تطير في الفضاء حول كوكب الارض. شوف كم قمر صناعي، كل هذا في الفضاء. شوف هذه الاحجار اللي في الفضاء. تبغى تسمع كيف الصوت في كوكب زحل؟ كانك موجود هناك. غمض عيونك، صدق غمض عيونك، اسمع. سمعت كذا كانك في كوكب زحل. هنا يوريك هذه ابعد نقطه قدروا يشوفون فيها، هذا ابعد شيء قدروا يوصلوا له. هذا المنظر، هذا اول منظار شافوا فيه القمر عام 1820، هذا اللي استخدموه، يعني شوفون القمر بشكل قريب. استمتعنا هنا. شوفوا هنا يوريكم كيف الأشجار تحمي المباني نضغط الموج القوي الخطير، عشان كذا الأشجار مهمة. طيب نجرب بدون أشجار نشوف الفرق، نضغط الموج القوي والحين نشوف كيف يوصل المباني. شوفوا هنا مثال يوريكم كيف احد الجزر، يوريك كيف ان الاشجار موجوده حول مباني. شوف كيف تمسح، تمسح صغير شكله نايم. شوف هنا يوريك الكهرباء بالطاقه الشمسيه، مو بس بالطاقه الشمسيه، بالطاقه الحركيه بعد. نجرب الحين نشوف نقدر نشغل ولا لا. شوفوا كيف شغلنا المروحه اللي هناك، فقط مجرد بالطاقه الحركيه تحرك 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 تحرك. اول شيء تشتغل انوار، بعد تشتغل مروحه، بعدها الانوار الثانيه، كذا يكون شغلت الكهرباء بالطاقة الحركية. تخيلوا كل شيء بالطاقة الحركية، يقول لك ما يشتغل فرن الا تركض 20 كيلو، ما تقدر تلعب بالبي سي الا تاخذ ساعة بالسيكل. كذا يكون وصلنا السطح، خلصنا المعرض، سوينا الاشياء المهمة عندهم، كانت جولة ممتعة، استمتعنا كثير بالمعرض. شوف يا جماعة وانا طالع ايش حصلت، في نثبت الكاميرا هنا. شوف كذا تطلع من المكان. تجارب غريبة. كذا يكون خلصنا المعرض يا جماعة، صراحة استمتعنا. أنصح كل بين فترة وفترة روح مركز العلوم، أول شيء تشوف الأشياء تقول سبحان الله، ثاني شيء تتعلم، كل مرة تتعلم أشياء جديدة، وثالث شيء متعة وترفيه لك. بيني وبينكم يا جماعة احنا جعنا، أنا خاطري بكبسة، لا مو هي كبسة، كبسة التون اللي أعرفها بالفروقات، نبغى نعطيها اليوم على قولة المبتعثين كبسها، تعرفون ايش اللي ما عندنا؟ أعراض الكبسة، بس شرط عشان نروح نشتريها لازم نروح للمارت، على ذكرى كندا، شوف أقرب المارت من هنا. طلعنا من المعرض يا جماعة زي ما تشوفون، هنا قدامنا على الشاطئ، بنشوف كيف الأجواء على الشاطئ. الكل جالس على أجواء البحر، اللي يلعب هناك، اللي جالس هنا، اللي متجمعين هنا، نجلس في الزاوية هناك. طيب يا جماعة طلبنا سيارة يبغى 3 دقائق لما توصل، واحنا جوعانين، لما نروح سوبر ماركت ونشتري الأغراض ونرجع البيت ونطبخ الكبسة، إذا أحد يعرف كيف يسوي هذا الشيء يعطينا خبر، اسمها كرات الطاقة، شيء خفيف ولذيذ. شوف كيف تيجي زي كذا، لها كلها شوف كيف من الداخل، طبعا في مكسرات وعليها جوز هند فول سوداني وداخل في شوكولاته، كل اللي تحتاجه عشان تاخذ طاقه، وقالنا نسوي زي كذا ونخليه معانا، تطلع مشوار خفيف كذا بيعجبك بين الوجبات. يا جماعه جات سياره، تعالوا المار في حفظ الله. بسم الله. هاي. كذا يكون وصلنا يا جماعه. الله يا المرمار. طبعا يا جماعه راح نقفل من هذه الكاميرا ونبدا من كاميرا جوبرو. اليوتيوب؟ يا تون يا تي او يو ان. بسم الله تبدا جولتنا على المارت. تحسه كذا صديق معنا قديم، نرجع نزوره. شو اخبارك؟ كيف الطماطم عندك؟ يا جماعه وصلنا وزحمه، والله زحمه. شوفوا هذه فكرة جديدة أول مرة أشوفها، ظهر بدوا فيها مع أزمة كورونا، أول يجيك البطاطس كذا الحالة، لكن شوفوا كيف هنا يجيك كل بطاطس مغلف، فكرة جديدة وأحسن، ضمن نظيفة ما حد مسكها، حد أخذها رجعها مرة ثانية، ناخذ لنا بطاطس اليوم. نبغى بهارات الحين على قسم البهارات.
نبغى بهارات الكبسة، ما نبغى أي عذر اليوم. عندنا لستة هنا وبدأنا نشتري الأغراض، هذه الأشياء اللي شريناها لما الحين. خدنا البهارات، خدنا بطاطس، خدنا الدجاج، باقي أهم شيء خلطة الأفوكادو. هذه من الشجرة على طول جابوها، وحطوا خلطة الأفوكادو جاهزة، تاخذ الأفوكادو وبصل وطماطم وليمون، خلاص مكان واحد وجنب بعض كلهم. وباقي آخر شيء عندنا المعتاد. المعتاد هنا يقول لك موجود كل شيء، سعره دولارين 98 سنت، حوالي 10 ريال. خلاص كذا أغراض الكبسة جاهزة معنا، كل شيء إن شاء الله موجود نحتاجه. صلت لبن. شوفوا حركة ذكية من شركة الخبز هذه، يحطون اللون شفاف اللي زي كذا علشان تفكر انه توه مسوينه. يقولوا والله هذا طازج، تاخذه من هنا حبة اوفر، بس شيء يلفت انتباه منهم كلهم. شوفوا حتى هنا اللي فوق حق خبز البرجر، كيف؟ كلها خدع. شوفوا هذا هو الكاشير هنا، ها؟ شوفوا الطابور، شوفوا الطابور من هنا من ورا، شوفوا إلى هناك آخر شيء. شوفوا الزحمة أصلا كيف هناك؟ والله زحمة. ايش حصلت عندهم يا جماعة؟ محطة العمل حق الأيباد، شوفوا كيف صغيرة. اللي عنده أيباد تنفع كثير. على المهم احنا لسه واقف الطابور بالضبط بالضبط، الحين صار لنا 47 دقيقة. شوف كيف الطابور وراي. خلاص ها تقربنا، قول لي مشتاق للممارسة. ها كذا يكون شرينا الأغراض وخلصنا. يكون حطين الأغراض بس نرجع العربة عشان ما تصدم فحد. نحضر الأغراض، شيل الأغراض معانا وكل شيء هنا. وصلنا شقة يا جماعة، أنا ودي أشوف شيء واحد، ودي أشوف صاحب السيارة كيف يركب. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله، شوفوا حجمي مقارنة بالسيارة. شوفوا نوصل، مو معقول يركب كذا عادي. والله هذا لا يصدمك، غلط عليك غلط عليه ما يهم، لا يصدمك. بس كنسل يا حبيبي. يعني الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا جماعة، أول شيء خلينا نتوضأ ونصلي. بعدين نشوف كبستنا. يلا يا جماعة، بدأنا فقرتنا. خلينا نكتبها هنا كذا. يلا. الخطة الأولى بنطلع أشياء من الأكياس وبنقسمها. كذا تكون كل الأشياء اللي شريناها. بنبدأ أول شيء. ما تقطيع البصل، خلى زمان كذا طب طب. وبعدها راح نقطع البطاطس. اسولف معكم يا جماعه لما نخلص ان شاء الله. في مرحله دراسيه الحين وصلت. ما شاء الله تبارك الله. عاجبك وضعك في الحياه ولا لا؟ الحمد لله. الحمد لله لك. احسن شيء يقول لك ان الروح مو زجاجه، يعني ما راح تتحطم. احاول اكثر من شيء، احاول مره برياضه، احاول وظيفه، احاول تعلم جديد. بعد ما قطعنا البصل خلصنا، نفتح البطاطس حقتنا. بطاطس محميه. بسم الله شغل القدر. يا جماعة صار لنا ساعة، وقفنا تصوير رجعنا. بلايستر 2 ايش صار؟ تعالوا واحد واحد. ايش السالفة واحد واحد؟ خليني اقول لكم. طبعا شوفوا اللابتوب موجود هنا، اصلا بتشوفون المقطع اللي فات حاليا بتعرفون السالفة. اوبا لحظة شوفوا الهيستوري. شوفوا كله على الفرن. السبب هي عسى خير. الفرن هذا ذكي ولا الفرن ذكي وتقنية؟ للأسف الفرن مو قادر يتعرف على القدر. أول شيء كنت فكرة ما يشتغل، حاول شغل الفرن كل شيء وحط القدر ما يشتغل. جرب مرة ثانية مرة ثالثة، جربت العيون كل الموجودين هنا باقي ما يشتغل. فتحت اليوتيوب أبحث عن المشكلة، إذا أحد عنده نفس المشكلة. طبعا للأسف هذه مشكلة في فرن سامسونج، اللي هي إذا ما تعرف على الشيء الموجود فوق، لو تحط يدك مثلا وشغلته ما يشتغل، لو مثلا حطيت منشفة وشغلته ما يشتغل، لازم يتعرف على القدر. شوفوا هذا تعرف عليه. شوفوا مثلا هنا شلته حطيتها رقم 6. طيب شوفوا نشيله ونحط هذا هنا، ما يتعرف عليه، يطفي الحالة. شوفوا شيله ورجع هذا يرجع 6. ايش دخلنا ما يتعرف عليه؟ عم يتعرف على بعض، هذا القدر. بس لان القدر هذا بعد ذكي، فذكي مع ذكي ما ينفع. كبستنا ومتحمس لها وكبسه تون. مشكلة حاليا الوقت اخر الساعه 10، غير المحلات قفلت، ما في قدر غبي. اسفين اسفين. احنا دائما نقول لك المشكله حل، ما بنستسلم، احنا جعانين من ظهر ما كلنا شيء. الحل الاخير اللي عندنا ان نطبخ كبسه في المقله. لا تقول لي ولا اقول لك، خاطرنا بكبسه اليوم. يعني اصلا شوفوا مقطعين كل شيء ومجهزين كل شيء والبهارات وكل شيء تمام معانا. التبور هذا مشكله عمي، مو اختبار هو، خلاص عادي مشي يوم واحد. هم شخصنا على قد متاكد. اسمع اهم شيء النتيجه احنا عندنا، كيف سويتها شلون ما لنا دخل. بدانا يا جماعه، شكلنا مع نطبخ مبتعثين.
يجي يجي حنقدر نقطع مثلا نسوي شاورما دجاج، نقطع بصل وبطاطس دجاج، احنا نبغى كبسه. هلا ما جبنا ملعقه، قلنا مرتاحين مو كذا عاد. الحمد لله ذاك اليوم طلبنا سوشي، ينفع هذا نقلب فيه؟ الحين سوينا كبسه بمقله جت على هذا. باللي جلتني ها؟ والله ذكي. بسم الله. طبعا نحط البهارات، ملح، فلفل اسود، كمون، ثم طحون. الطبخة هذه عنوانها فوضى. طيب يا جماعة شوفوا هنا حطينا الدجاج يطبخ، ننتظر يستوي. شكرا شكرا يا ذكي. بعدها راح نطلع الدجاج وبنحطه هنا، نحطه بالفرن ان شاء الله. الفرن شغال تمام تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطينا الرز هنا في الغسلة ونحطه هنا. بسم الله. اعتبروها 2-1 فزنا على الفرن يا جماعة. شوف شوف نقول بسم الله، شوف كبستنا. السلام. والمنظر مو متعود عليه لكن اهم شيء صارت. قول لي فرن ذكي. شوفوا يا جماعه، شوفوا يا جماعه ابغاكم تحكموا بنفسكم. هذا رغم الامكانيات. هنا عندنا الكبسه زي ما تشوفون، الرز حطينا، الدجاج فوق، قطعنا بطاطس حطيناها بالفرن، عندنا بصل اخضر قطعناه والكزبره موجوده. شوفوا يا جماعه هنا ان شاء الله راح تكون جلسه. هنا عندنا الكبسه، هنا عندنا المعتاد مع الاشياء اللي جمعناها والزبادي واللبن والشطه موجوده. الحمد لله نضبط. كان خاطرنا بكبسه، كان رحنا دورنا اي قدر ثاني. ان شاء الله يجي يوم تذوقون كبسه تون، تقولوا لي رايكم حقيقي. يا سلام. الله الله يا كبسه تون. خليني اصور حق ليان، من زمان تقول لي ابغى كبسه تون. اول شيء صباح الخير. قولوا لي يا جماعه ضبطت في الاخير الكبسه، فزنا على التكنولوجيا. ليش كان ما يتعرف عليه؟ قول لي اثنين نزل فلوق بعد، خليها تكمل. يا جماعه تدرون تجيني تنبيهات كثير انه في اشخاص يرجعون يشوفون فلوقات القديمه 2015 2016 2017، هذا الشيء يسعدني كثير. احنا صورنا فلوقات بشكل حلو لدرجه اشخاص يرجعون يشوفونها. قول لي ايش اكثر فلوق ترجع تشوفه؟ طيب يا جماعه انا بكمل اكل الكبسه، من هنا راح ننهي فلوق اليوم. يعطيكم العافيه على المشاهده، ان شاء الله نشوفكم الفلوق الجاي. الفلوق الجاي بيعجبكم كثير، كل فلوقات المفروض تعجبكم. كان معكم اثنين خالد، خليكم دائما سريع وجميل، ان شاء الله تدقون الكبسه. والسلام عليكم. سلام. قول لي اي فلوق حق اثنين شغل؟ السلام عليكم جميعا، اخباركم مسويين؟ ان شاء الله طيبين. اليوم اثنين تاريخ 21 مارس. $3 million. That's a good guess. I know. Yeah, way. $3 million. Oh man. I know. Way. Yeah, I got it. I did. Yeah.